احنا سنساهم من اجل ابراز هذه القضيه وطنيا ودوليا. وبالمناسبه الاخت حاضره معنا اللي هي بنت العم ديال السيد اللي توفى واللي باقي معتقل واللي تنطالبوا بالافراج ديالو فورا، وتنطالبوا من الجمعيات الحقوقيه الدوليه انها حتى هي كذلك تدخل. انا يعني دائما تنقول بحال هذه الجمعيات الحقوقيه اللي تمشي للتندوف وتقول بانه هاد الناس هادو راه مغاربه وفرنسيين تغدروا شهداء، هادو شهداء، هادو ما هادو، هذا اغتيال، هذا ارهاب، ما خصناش نسكتوا عليه. جميع الجمعيات والحقوقيه بالمغرب وخارج المغرب خصنا نبينوا بان الجزائر راه تصعروا، راه هذا راه غير ما عرفتش كيفاش غادي نوصلوا. هذا الشيء اللي داروا راه غير زعما كاين حقد. واش تحقد على المغرب تقتل الابرياء عزال؟ بغيتي تخرج ليها قود سير هذا سميتو وبين على هذا سميتو. ما بغيناش نقولوا الكلام، تنطالب من جميع من الشعب المغربي ومن السلطات ومن الدوله المغربيه ان تدخل في هذا الخط. هادو مغاربه، جميع المغاربه وجميع المؤسسات ديال الدوله المغربيه، حكومات واحزاب ونقابات و تهمنا كاملين. الحكومه اللي سمعنا بانه راه المساله غتمشي للقضاء، الحكومه عندها، الدوله عندها هذا سميتو، ولكن خصها باش يكونوا حقيقي خصها تدخل في اقرب وقت. يعني كفانا من هذا سميتو، ما انا اسمحوا لي راه ما تنتقلق ما تنبقاش نعرف شنو تنقول. هاد المساله هذه راه مساله وطن ومسألة ديال الشعب. هادو مغاربة ماتوا، حنا بعدا، أنا بعدا كمغربي وطني غادي نتكلم وغادي ندير جميع المجهود ديالي من أجل، وكإعلامي غندير جميع المجهودات ديالي لإبراز هاد القضية.